انا الخطف مش سكتي، بس اخوك ميشو هو السبب لما جاني في اليخت وقال لي عايز 5 مليون. انا كنت حديله 1,000,000، بس هو طمع والطمع يقل ما جمع. اخويا ميشو ها كمل الكلام ده حصل امتى؟ ساعتين بالظبط. ساعتين؟ عرفتش تاخد منهم اي معلومه تانية؟ لا حضرتك. لا فاطين، انت ايه اللي جابك؟ ابوك جرى له حاجه؟ ابوك الحمد لله كويس. امال ايه اللي جابك؟ عايزك بعدين عشان عندي مشوار مهم. راح لعنبي بيه مش كده؟ انت اللي سرقت التمثال يا ميشو، ما تحاولش تكذب عليا زي كل مره. لسه كنت عند عنبي بيه وقال لي انك رحت له واتفقت معاه كمان على الفلوس، 5 مليون دولار. مظبوط؟ مش هقول لك ليه يا ميشو، ولا هقول لك ليه كذبت عليا، خلاص مبقاش في اي حاجه تاثر فيك. اعترف لك اني فشلت، فشلت في اني اغيرك، بس دلوقتي مش زعلان عليك عشان انت تستاهل اللي انت فيه ده. انا زعلان على العهد اللي خدته على نفسي قدام ماما تقى. ماما تقى يا ميشو فاكرها؟ ولا قلبك اتحجر ونسيتها هي كمان؟ مش هقولك التمثال ده قيمته ايه، ولا حرام انه يخرج بره البلد وما يرجعش زي كل حاجة حلوة بتخرج وما بترجعش، عشان متأكد ان كل كلمة هقولها لك مش هتسمعها. لما هقولك في 2 ملهمش اي ذنب محجوزين دلوقتي عند عنابي بيه، خطيبتي لمياء وطفل دودي، لو التمثال اللي انت خدته ما وصلهمش بكره هيقتلوه. صدقني يا ميشو، صدقني لو ما روحتش بنفسك وصلحت كل حاجه انت عملتها، انا اللي هقفلك وانا اللي هسلمك بنفسي للبوليس، مش هبقى ندمان. موعدك يا ميشو ان التمثال ده مش هيخرج بره البلد. يعني التمثال اللي خليتني اعمله لك ما كانش عشان الخواجاية اللي قلت لي عليها يا ميشو؟ سمعت كل حاجة يا ميشو. أنتيكا، بقول لك إيه، أنا مش ناقصك. أنت إيه؟ أنت إيه يا أخي؟ خلاص؟ ما بقاش حد يقدر يقف قصادك؟ عملت لك أنا إيه عشان تستغلني وتخليني أعمل تمثال وأبقى شريك معاك في الجريمة؟ ها؟ جريمة السرقة ديت. وقال لك ايه اخوك ده اللي كل يوم تكسر قلبه؟ فوق فوق يا ميشو فوق. انت ايه يا اخي؟ معمول من الحجر؟ ياه اللعنة على العصر والطوفان جاي، والله العظيم جاي جاي. بعت لحضراتكم عشان عايزكم تطمنوا، ما تقلقوش احنا بنعمل اللازم. الامر دلوقتي معروض على سياده مدير الامن شخصيا. سلامه لمياء بنت حضرتك ودودي ابن حضرتك اهم حاجه عندنا، اهم حتى من القبض على المجرمين نفسهم. ربنا يوفقك يا سعاده الباشا. يا رب دي بنت بنتي الوحيده، ماليش غيرها يا رب. ما تقلقش يا فندم، ان شاء الله ترجع لك بالسلامه.
أنا هستأذنكم بس 5 دقايق، اعتبروا المكتب مكتبكم. قدر الله ما شاء فعل. أهلا حضرة الضابط، كويس إنك جيتي. خير يا فؤاد، وصلت الحاجة؟ لا لسه، عايزك تشوفي لي اللي اسمه فطين ده راح فين، بلغني بموضوع الخطف وفجأة اختفي من قدامي. حاضر. أنا هطلع لسيادة مدير الأمن، آخد موافقة على الخطة، وأنتِ لو وصلتي له بلغيني. حاضر. وفي ذلك الوقت وبعد ما حدث كنت أسير وأنا لا أعرف إلى أين أسير. كانت تدور في رأسي عشرات الأفكار التي لا أعرف من أين تأتي. لقد كنت أشعر أنني في حلم أو كابوس مزعج وسأصحو منه عن قريب، أو أن كل ما حدث قد حدث لي في رأسي أنا وحدي، وأن كل الشخصيات والأحداث ما هي إلا من نسج خيالي. وأثناء كل هذا كانت هناك فكرة تطاردني وبشدة، وهي أن أقوم بالإبلاغ عن أخي ميشو وعن كل الجرائم التي ارتكبها. ولكن كان علي أولا أن أتأكد أنني مستيقظ وأنني أعيش في هذه الحياة بالفعل، ولست نائما أو مجنونا يختلق أحداثا غير موجودة. وتركت نفسي وقدمي تسير بي حتى تصل بي إلى حيث تريد. أهلاً وسهلاً حضرة الضابط. المعلم سيد راح مشوار وزمانه جاي. أستاذ فطين فين يا سوستة؟ ما جاش النهاردة هنا خالص. يا ترى أنت فين يا أستاذ فطين؟ كويس قوي اني لقيتك هنا يا ميشو. يا تصدق ميشو اخوك فطين طول عمره يقول لي على المكان ده، وكان نفسه قوي يا عيني اقعد معاه فيه. او يوم ما فكر اني المكان ده الاقيك انت يا ميشو. بس كويس اني لقيتك. انا يا ابني عاوز اقول لك انا جاي مخصوص، عاوزك تسامحني يا ميشو. ايوه يا ابني سامحني يا ميشو، انا ما استاهلش ابقى ابوك ولا ابو فطين اخوك. امك الله يرحمها كان عندها حق. انا يا ابني بعترف لك اهو، انا السبب في اللي انت فيه دلوقتي. أنا لما كنت باخدك في حضني وأنت صغير ما كنتش باخدك في حضني عشان أطبطب عليك، لا، لا يا ابني. أنا كنت باخدك في حضني وأرميك في سكة الإجرام. جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي يا سيد؟ لما فوقت من اللي كنت فيه يا ميشو، أمك وعمك أنس وأخوك فاطين كانوا صح، وأنا اللي كنت غلط. عشان كده أنا جاي أصلح غلط يا ميشو. بعد إيه؟ بعد ما بقيت جوه النار. أنا اللي رميتك في النار دي يا ميشو، وأدينا أهو بمديلك إيدي عشان أخرجك منها. اسمع كلام يا ميشو، تعالى نسلم كل حاجة ونبدأ صفحة جديدة. مش ده كان كلامك ليه يا حبيبي؟ يبقى خسرنا كل حاجة يا سيد. لا يا ميشو، صدقني يا ابني اللي أنت هتعمله ده هو اللي هيخسرنا كل حاجة. أنا خلاص يا ميشو مش عاوز حاجة. أنا كان فيني كنز وعميت عنه أنت وأخوك فطين. ميشو يا ابني خليني أحس إن أنا عملت حاجة واحدة صح في حياتي قبل ما أموت. اسمع كلامي يا ميشو، اسمع كلامي المرة دي عشان خاطر أبوك حبيبك.
فاطين. ايه مش خايف وانت قاعد لوحدك كده؟ مش خايف. انت ايه اللي جابك؟ جاي عشان اقرا الفاتحه لامي، بس لها وحشتني قوي. طبعا بقى انت جاي من بدري وحكيت لها على كل حاجه زي ما انت طول عمرك كنت بتحكي لها. ايوه وحكيت لها على كل حاجه يا مشو. اكدب بقى، اكدب وقول ما حصلش وخبي زي ما انت طول عمرك كنت بتخبي، وبتيجي بقى معايا تقعد تزعق لي وتضايقني بيني وبينك كده، مش كده؟ المره دي يا فاطين مش هتايقك، انا جاي عهدك قدامها ان ميشو اللي كنت نفسك تشوفه زي ما انت عايز هتشوفه، كل حاجه هتتصلح يا فاطين. بجد يا ميشو؟ بجد. يلا بينا. استنى، ايه انت مش كنت جاي عشان تقرا الفاتحه؟ اقرا بقى. ميشو انت مخبي التمثال فين؟ هتعرف بس تعالى معايا. بس هنسلمه يا ميشو. ولمياء ودودي؟ لا ما تقلقش، انا مبلغ البوليس وهم هيتصرفوا، بس المهم التمثال. يبقى تعالى معايا بسرعه. الو، اي حضرتك ظابط ميشو موجود في البيت؟ خلي عينك عليه لغايه ما اجيلك. ايوه جهز لي البوكس والكوبا بسرعه. ايه يا عم؟ مش موجود دلوقتي في البيت. طب انا جايه معاك. انت داخل عند الاوضه بتعمل ايه؟ انت مش قلت هتجيب التمثال؟ ما هو التمثال هنا يا فاطين. ايه يعني طول الفتره دي كان التمثال هنا عندي في الاوضه وانا ما اعرفش؟ التمثال كان هنا، التمثال كان هنا. ميشو اوعى تكون بتضحك عليا. بضحك عليك ايه يا فاطين؟ التمثال انا حاطه بايدي هنا. افتح الباب. ايوه بس دول ممكن يكونوا. انا اللي بقول لك افتح الباب. ايوه بعد اذنك يا استاذ فاطين، جانا بلغ ان مش موجود هنا، فتش الشقه. مفيش لزوم للتفتيش يا عمر بيه، أنا قدامك، كنت هاجي لكم بنفسي. صدقوا يا حضرة الظابط، ميشو كان هيجي لكم بنفسه، أنا لسه جاي من المديرية دلوقتي بعد ما سلمتهم التمثال، وهو اللي طلب مني كده بعد ما سرقوا من العصابة عشان يسلموا للبوليس، مش كده يا سيد؟ كده يا الظابط، وقضية فريد الجندي دي كمين، كمين واتعمل له صح، صدقني، و مش اتغير خالص على الظابط سارة، واللي المفروض يتقبض عليه انا مش هو. لا يا سيد انا جاي معاك يا عمر بيه، بس في حاجه كنت لازم اعملها بس الوقت ما سمحش. اديني فرصه واحده وانا هاجي لك بنفسي تسلمني في المديريه اللي فؤاد بيه. الافراد تسنها تحت. انا هنا مش عشان ادي واجبي، وحق مهنتي عليا بيلزمني اني اقبض عليك. وانا تحت امرك يا عمر بيه. ميشو كلمته واحده وهيجي زي ما قال. هستناك يا ميشو. شكرا حضرة الظابط. ما تتاخرش. تعمل ايه؟ ورايح فين؟ انت عارف يا سيد مش هيجيلي نوم وليا حق ضايع. يا ميشو ارجوك يا ميشو
نزلنا يا ميشو ونتفق. خليك كده احسن، ده انت حتى شكلك كده ألطف بكتير. ما بلاش بهزلة بقى يا ميشو، اقول اللي عاوز مني ايه. مش عايز حاجة. امال جيت ليه؟ ما انت عارف بقى شيكو ان انا مش هيجيلي نوم الليله دي من غير ما عكنن عليك. ميشو ميشو لو تعمل ايه ميشو. اشوفك بالبدله الزرقاء بقى ان شاء الله يا شيكو. سلام. ميشو ميشو او كده بقى مش everything's okay. الملفات دي يا فؤاد باشا تخص حراميه كبار قوي زي فريد الجندي واللي اكبر منه كمان. لو سيادتك اتقبض عليهم ورجعت كل الفلوس اللي سرقوها مش هيبقى في حراميه صغيرين. فؤاد باشا انا بعترف ان انا كنت شغال مع فريد الجندي وقمت بكل عمليات السرقه اللي طلبها مني، وكمان بعترف اني انا اللي هربت دحروك وتسببت لسيادتك في تاخير التريه. بس القضايا اللي موجوده في الملفات دي هتعوض كل اللي فات، لاني متاكد ان سيادتك مش هتسيبهم. ماشي يا ميشو، وانا هصدقك، هصدقك انك سرقت التمثال من الدرادو والنبي عشان تديه لعمك انس يا سيدي. خلاص يا فؤاد باشا بطلت المرة دي بجد، ومش السجاير بس، كل حاجة. تمام يا فندم. بعد إذنك يا باشا. بعد اللي عملته موقفك هيتحسن قوي. المهم اكون عملت حاجه صح. اللي انت عملته النهارده هو ده الصح، وانا متاكده انك من هنا ورايح مش هتعمل غير الصح. مش محتاج حاجه. هو لو رغيف حواوشي على سندوتش حلاوه بالقشطه طيب يبقى زي الفل. سلميني على الدكتوره. يلا يا عم العسكري. ماشي يا فاطين ماشي. ما وريتك مفيش تليفون واحد تتصل تطمن عليا فيه؟ اهدي يا مس لمياء، اكيد مستر فاطين مش ساكت، وزمان البوليس عارف كل حاجه. طب البوليس ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟ انا عايز افهم. الغايب حجته معاه. انا مستغربه من الهدوء اللي انت فيه ده يا دودي، جايب الهدوء ده منين؟ مستر فاطين كان دايما يقول لي لما تواجهك مشكله صعبه لازم تبقى في هدوء عشان تعرف تفكر. يعني انت مش خايف يا دودي؟ وان لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا. يلا البوكس. اللي بتعمله ده غلط يا حضره الضابط. انا فريد الكند ما يتعملش فيا كده، انا حقلب الدنيا. اركب يا فريد بيه، والمره دي ان شاء الله ما فيهاش خروج لا ليك ولا للكبار اللي هيحموك.
حطهم في البوكس قدام يا خفيف. باشا ممكن كلمتين على انفراد؟ قول اخلص. مؤاخذة يا باشا، أنا كنت عبد المغمور أنا بنفذ بس اللي بيتقال. أه والله العظيم كنت بنفذ بس اللي بيتقال، وبعدين شكلي كده هيبقى وحش قدام الرجالة وفي السوق كله. أنت هتسكت ولا تحب أسكتك؟ أسكت أسكت يا باشا. قدامي everything is okay. اتفضل. أنا خايف أوي 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 اللي يكشفوني. ما تخافش، ما إحنا معاك أهو. ما تخلصنا يا فطين، خلصنا بقى. يلا اتصل يلا ونفذ اللي قلت لك عليه. حاضر، ما انا هنفذ اهو. انا هتصل. انتوا خسرانين عليكوا حاجه؟ ايوه الدراد انت، ربنا ياخدك. مش مهم مين اللي بيكلمك يا برنس، فاطين ولا ميشو. المهم انا دلوقتي معايا التمثال وجاهز، وفي خلال ساعه هكون عندك. استنى استنى، هي حلوانه في سلوانه. الاول اسمع صوت الرهاين بنفسي واطمن عليهم. اصبر اصبر. ألم ياء، يا وحشتيني قوي قوي قوي. ايه والله ما سكت يا لمياء. دبلت ايه بس اللي هترميها في وش دي؟ خلاص بقى ما تزعليش بقى مني، حقك عليا. ماشي صافي يا لبن يعني. بقولك يا لمياء، دودي عامل ايه دلوقتي؟ كويس. طب الحمد لله الحمد لله ان هو كويس. سلميلي عليه قوي. بقولك مش عايزاني اجيب لك اي حاجه معايا وانا جاي في السكه؟ تخلص يا ابني اخلص. وانا قلت اصبر بقى اصبر بقى، دي وحشاني قوي. وبعدين ده تليفوني. لا الو انا مياء. ايه معرفتيش تنامي؟ يا تخيلي يا لمياء انا برضو معرفتش انام. بس ما تقلقيش، وراكي اسد مغوار هيجي علشان ينقذك انت ودودي. اديني بقى الصايع اللي جنبك اللي اسمه الدرادو ده، ربنا ياخده. ايوه يا الدرادو، هجيلك يا برنس هجيلك. بس عارف لو شعره واحده بس اتلمست من لمياء او من دودي او مني، ايه اللي هيجرالك؟ انت لسه ما شفتش فطين المصري ممكن يعمل فيكوا ايه. السلام عليكم. كل ده رغي، كل ده رغي، انا عمال اقول لك اخلص. خلاص هما دلوقتي بقى مستنيين. خايف قوي خايف قوي. ايوه يا ابني خليهم يجهزوا قوه، نتحرك حالا. كل واحد في المكان اللي قلت لكم عليه، جه لوحده وسلم التمثال تمام، بس تسيبهولي عشان اخلص عليه بايدي بعد ما استلم التمثال. اي رجاله تيجي معاها تتعاملوا معاها، طبق عليهم، مفهوم؟ جاهز يا فطين؟ جاهز حضرتك، ربنا يستر. القوة كلها تستعد، اتحرك حالا. يلا يا بطل اتحرك اتحرك يا ابني. حاضر يا بطل، دي كانت ليا انا. ربنا استر يا رب، ربنا استر يا رب، لاجل حبيبك المصطفى قادر يا كريم يا رب. الدرادو الدرادو. الو السلام عليكم. يا مستر الدرادو، انا خلاص وصلت وجاهز يا معلم. انا كمان جاهز. الحقني يا فاطين يا حبيبي، تعالى الحقني. مستر فاطين الحقنا. ما تخافيش يا لمياء يا حبيبتي، ما تخافش يا دودي. بقول لك يالا الدرادو يالا، بقول لك ايه، بطل شغل الاجرام ده مع فاطين المصري ونزل المسدس ده من عليهم. فين التمثال؟ موجود. استعدوا حالا. موجود. اله يا رب تموت يا رب. اهو التمثال اهو اهو. افتح الشنطه. مخونني الدرادو؟ مخون فاطين المصري؟ ماشي اهو يا سيد اهو. ها شفته بعينيك؟
إله يا رب تتعمي وما تشوفش بيهم تاني. هاتها بقى وتعالى. لا يا الدرادو، ده ما كانش اتفاقنا يا حلو. وادي الشنطة ايه؟ اطمن الاول على لمياء ودودو يركبوا معايا العربية، وبعد كده ابقى خد الشنطة. مش قبل ما استلم التمثال. بتحكم رأيك يعني؟ ماشي يا الدرادو ماشي. راسك ناشفة قوي بالقرعة دي. الشنطة هي يا الدرادو. جيسي هاتي منه الشنطة. اتفضلي يا ست جيسي. تسمح بقى حضرتك تسيبهم؟ حاضر، بس تعالى تعالى صافي حسابي معاك. حساب ايه يا الدرادو؟ ربنا يا رب يبتليك برصاصة تاخد اجلك. هنهجم حالا. وعصابة سرقة التمثال وإنقاذ لمياء حبيبتي وتلميذ النجيب دودي. وكما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: اعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب. وعلى الرغم من أن هذا اليوم من أسعد أيام حياتي، إلا أن ما أسعدني حقا الأحداث الكثيرة التي حدثت بعد ذلك. عم انس، المفروض بقى الحركه بتاعت التوضيب دي بتاعت الشقه والاستوديو كنا عملناها من زمان. لا انت اللي اقنعتني يا فاطين، قلت لي قال عشان يتغير مودك. ما تفرقش، ما انا كده كده عايش لوحدي. بس يا عم انس، وبعدين انا بقى لي اسبوع في الحته دي، وانت بقى لك يومين عمال تصنفر في دي. بس حرير
وسلام. وايه اللون الغريب اللي انت اخترته ده؟ انا مش عارف. بس تحفه عم انس، تحفه. بس انت عارف بقى هيبقى احلى لما نغيره. ده سابع لون ادربه. بس هيبقى جنان. اسمع كلامي، حلو الاسبونش ده بجد يا فضيل؟ ايوه بجد عم انس. يا جميل، ايوه كده اضحك. بونجور تولمون. ايه ده؟ اشجان هانم؟ اهلا اهلا، صباح الخير يا اشجان هانم. صباح الخير. ايه المفاجاه الحلوه دي يا اشجان هانم؟ ازيك يا اشجان هانم؟ اشجان، ازيك يا انس؟ ازيك يا اشجان؟ انا الحمد لله. طيب عم انس، انا هروح بقى، انا اجيب لك يعني شويه مسامير زي ما انت قلت لي. ها ماشي، اجيب لك مسامير صغيره وكبيره. حاضر حاضر. طب مش عايز اي حاجه تاني يا عم انس؟ ايه، ورد زينه؟ حاضر خلاص ماشي. خلاص انا ماشي اهو، همشي بسرعه واجي بسرعه. خلاص. بيموت فيكي. طيب مش عايز اي حاجه اشجان هانم؟ اشجان هانم اهي بقى، مفاجاه حلوه قوي. تشربي ايه؟ انا مش جايه اشرب ولا الضيف، انا جايه اساعدكم. يلا بقى ناولني المارتو. نعم يا فندم. المارتو يا انس يعني الشاكوش. الهامر. الهامر. علشان نعلق التابلو اللي انا جايباه. اوه ايه رايك؟ جميل قوي. تحب نعلقها فين؟ نعلقها هنا في الصالون. في الصالون. لو سمحتي انا بس كنت عايز اقول حاجه. نو دي ريان، جي ديسيدي. انا خلاص فكرت وقررت. قررتي ايه؟ اللي يلاقي انسان زيك يا انس ويفرط فيه سكت. ليه يا عمي ما تتكلم؟ خش عليها بامرؤ القيس ولا عنترة. بالنسبة بقى لسيد الحاوي اللي هو بابا، احنا الطلب زاد علينا قوي في الفترة الأخيرة. الحمد لله بقينا نمرة واحد في السوق. عشان كده من هنا ورايح مش عاوزكم تكسلوا أبدا. يعني الورد لازم يوصل في ميعاده للزبون. انا كمان قررت حاجه، قررت ان سبت او بوكيه الورد اللي يوصل للزبون متاخر عن ميعاده دقيقه واحده، الزبون مش هيحاسب عليه. عارفين مين اللي هيحاسب عليه؟ انتوا، انتوا اللي هتدفعوا حسابه طبعا، لان من هنا ورايح لازم يضرب بينا المثل في النظام. مفهوم؟ مفهوم يا معلم. معلم ايه؟ معلم دي واحنا في سوق الخضار. مفهوم يا حضرة سفير الحب. دي كويس، دي تمشي مع لبس الكلوكلو اللي انتوا صباح الفل. صباح الياسمين، صباح الورد لأحلى وردة في الدنيا. السيد الحاوي صاحب المحل ورئيس مجلس الإدارة وسفير الحب أحيانا. سمعت على حضرتك كتير، أنا سعيدة سعيد وبنبسط بسرعة موت. بتنبسط بسرعة.
اهلا وسهلا يا فندم، ربنا يزيدك انبساط كمان وكمان. انا عايشه طول عمري في اليونان ورجعت مصر وفتحت سلسله مطاعم بيتزا. بحب الورد موت موت موت، عايزاك كل يوم من فضلك تبعت لي ورد في كل فروعي، وعايزاك دايما تفتكر اني دايما بنبسط بسرعه موت. الكارت بتاعي. صباح الخير يا بابا، صباح الخير. مدام سعيدة سعيد بتنبسط بسرعة. دايما فضلك مفوزين. وده فطين ابني. بقول لك ايه بقى، حضرتك بتتبسط بسرعة، فرحانة على طول، مزقططة حتى. ده شيء يخصك يا ستي، ده شيء يخصك. بعد اذنك بقى، من فضلك يعني، بعد اذنك يعني اطلع بره كده عشان هنرش المحل. ايه ده؟ انت بتطردني؟ ايوه بطردك. بس انا مش زعلانه منك، عارف ليه؟ لان انا بنبسط بسرعه موت. جود باي سيكو، ابقى اتصل. ها حاضر. معقوله؟ هتصل. بابا يا بابا. حاضر. ايه وهتصل ايه يا بابا؟ يا اخي اهو كلام، اتصل ايه؟ ده حتى بتنبسط بسرعه وبنا عبيطه. بجد يا بابا؟ طبعا. طب والكارت اللي مع حضرتك ده؟ اهو ما يلزمنيش. مبسوط؟ ده حتى انا انت عارف ان هو بزق بسرعه. بالنسبه بقى لاخويا ميشو، بعد ما اعترف بكل الجرائم اللي عملها، الحمد لله المحكمه حكمت عليه حكم مخفف، علشان كمان الاوراق المهمه اللي سلمها، كمان علاقته شيكو مدريد زي ما هي. انت معاك الواد مش كده؟ اه. قلت لك هتخسر يا ميشو. غبي يا شيكو، هتفضل طول عمرك غبي. ميشو ما يخسرش. والواد اللي معاك ده اتحرق. انت بتسرق يا ميشو. أنا الله يسامحك. خد رجالة. بس بقى ميشو الحمد لله قرر انه يستغل فترة السجن دي ويكمل تعليمه، وده طبعا بعد ما اقنعته الضابط سارة. السؤال الاول. نعم؟ السؤال الاول. لو سمحت يا حضرة الضابط. ايوه. عايز يغش مني، مصدعني من الصغر. هات الورقة ده. هو اللي بيقول لي السؤال. هات. انا قلت لك انت مش وش جامعه اساسا. ماشي يا ميشو، خليك فاكرها بس برضه ايفري ثينكس اوكي. ايفري ثينكس اوكي يا ميشو. بالنسبه بقى للظابط فؤاد، فبعد النجاح الكبير اللي حققه، ومعالي الوزير لسه موافق على قرار ترقيتك دلوقتي حالا. متشكر جدا يا فندم، الله يبارك في حضرتك. عايزك دايما كده يا ابني، من نجاح لنجاح. ان شاء الله يا فندم، ومتشكر جدا على الثقه الغاليه. لا العفو يا ابني. وبالنسبة للأجازة، أنا خلاص وافقت لك عليها، يعني تقدر تعتبر نفسك في أجازة من دلوقتي، وبقى سلم لنا على العروسة. شاكر جدا يا فندم، وإن شاء الله منتظر حضرتك في الخطوبة تشرفنا. لا، ده أنا مستني حضرة الضابط سارة تيجي هنا تديني تمام وتعزمني بنفسها على الخطوبة. أما بقى حضرة الضابط سارة، ليس الفقر وحده، ولا الجهل وحده، ولا غياب القدوة أو نقص التربية والتوعية هي التي تؤدي إلى الجريمة، ولكن كل هذه الأسباب معا. إن المجرم في النهاية بشر. يخطئ ويصيب، لذلك يجب التعامل معه على انه انسان. ان التوجيه السليم للمجرم داخل وخارج السجن يجعل منه انسان سوي وناجح يستفيد منه المجتمع ككل. مبروك. يا
ميرسي يا ماما، ربنا يخليكي. مبروك يا دكتورة. ميرسي يا فؤاد، الله يبارك فيك. مبروك. ميرسي يا فؤاد. ألف ألف مبروك يا حضرة الظابط، وعقبال إن شاء الله الدكتوراه. ميرسي يا أستاذ فاطمة. لا لا، إيه ده؟ إيه فؤاد بيه؟ لا، التدخين ممنوع بأمر من وزارة الصحة. اتفضلي. اتفضلي. اتفضل. اتفضلي. وبالنسبة بقى للمدرسة حبيبتي اللي كنت محروم منها، في مفاجأة سعيدة لينا كلنا والأسرة المدرسة كلها. النهاردة هيرجع لنا نموذج مثالي أعطى للطلبة والمدرسة وما زال يعطي حتى الآن. حيوا معي مستر فطين سيد حسان. صباح الخير يا ولاد. مش عارف اشكركم قد ايه، مش عارف كمان اوصف لكم فرحتي النهارده قد ايه. اولا لانكم كنتم وحشيني جدا، ثانيا لان من النهارده هشوفكم على طول كل يوم. فقرات الاذاعه المدرسيه النهارده يا ولاد هتبقى باختصار عن الأخلاق الحميدة. بعد كده الحمد لله سيادة الوزير كرمني في الاحتفال السنوي لهيئة الآثار، وكمان حصلت على مكافأة 10,000 جنيه. أنا ولمياء الحمد لله حددنا ميعاد الفرح، وقد إيه كانت لمياء حبيبتي مطيعة وهادية. بص بقى يا فاطين، أنا هشتغل في السيرك، يعني هشتغل في السيرك، وريني بقى تعمل إيه. وانا بقولك يا لمياء مفيش شغل في السيرك، يعني مفيش شغل في السيرك، كفاية عليك شغل المدرسة. نعم، وانت كمان عايز تعني من المدرسة؟ قول كده بقى، انت عاملني فيها سساد يا سفاطين؟ شايفني امينة؟ لا مش شايفك امينة، انا نظري كويس يا لمياء وشايفك لمياء. ما تقول حاجة يا عم علي. حاجة يا عم علي. بص يا بابا، انت لازم تقول البني ادم ده انه يهدى، يهدى عشان الفرح يتم. قول له يهدى. حاضر. اهدى يا فطين. يا ربنا قدرك عليه يا بابا. عاجبك كده يا عم علي؟ الفرح بتاعنا يوم الخميس اللي جاي، وشايف لمياء عماله تعمل ايه وحضرتك ساكت خالص؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الشطه مصطفى. طب ايه رايك بقى يا فطين؟ انا مش هخلي الفرح ده يتم. لا هيتم بالغصب عنك يا لمياء. طب ايه رايك بقى؟ انا هشتغل في السلك، انا هشتغل في السلك يا فطين. والحمد لله تم الجواز، مش انا لوحدي، ده كمان عمي انس واشجان هاني متجوزوا معانا في نفس الليله. الف الف مبروك يا عم انس. مبروك يا اشجان هاني. مين مبروك عليكم انتوا كمان يا فطين؟ مبروك عليكم. خد يا فطين، ده كتاب نادر مش موجود منه، ده كتاب سر السعاده الزوجيه عند الفراعنه العظام، انا شايله لك ليوم جوازك. الله الله عليك يا عم انس، ما تنساش حاجة طول عمرك. طب وحضرتك؟ لا أنا حافظه ومذاكره كويس قوي، بين 25 سنة. اتفضل يا عم اتفضل. يلا اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا عروسة يا عروسة يا قمر. برجلك اليمين يا عروسة. اتفضل يا عروسة يا قمر، برجلك اليمين يا عروسة. عم أنس انا فرحان قوي. وانا فرحان قوي. عم انس عم انس، انا مش مصدق نفسي. وانا مش مصدق نفسي. عم انس عم انس، انا خايف قوي. وانا خايف قوي. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فطين هتقضيها قرايه ولا ايه؟ هنقضيها انا وانت قرايه للصبح. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ ايه لمياء، ايه ده؟ الواحد يعني ما يعرفش يهزر مع خطيبته حبيبته لين دخلتها. فطين على فكره انا بقيت مراتك. والله يا جهاج الواحد من فرحته نسي. طب شيلني بقى. ايه اللي اشيلك بقى؟
وايه الدلع المرق ده ما انت عندك رجلين اهو يا لمياء. ايه يا فاطين، اي عروسه اللي بدخلتها لازم عريسها يشيلها. بجد؟ والله ما كنتش عارف يا روبا، انت عارفه كل حاجه. خلاص يا لمياء، يلا غمضي عينيكي بقى. طب اهو. ألف حمد وشكر ليك يا رب، اتجوزنا من هنا وبعد 9 شهور بالظبط. مش قادرة. اهدي يا لمياء يا حبيبتي، خدي نفس واكتميه. بقولك مش قادرة. ما انت لو تسمعي الكلام بس، بقولك خدي نفس واكتميه، الموضوع بسيط، اسأليني أنا. بقولك مش قادرة، انت تجنني. حد يقلع لي الدم قلبي في وشه. هو ده وقته يا لمياء، انت داخلة تولدي دلوقتي. اهدي اهدي بس. طب انت بتصرخي ليه دلوقتي؟ انت زعلانة انك داخلة تولدي لنا ولي العهد يا لمياء؟ اهدي كده. النبي اللي تضحكي، النبي اللي تضحكي يا لمياء. ما انت لو تاخدي نفس وتكتميه. الحمد لله ربنا رزقنا بتوأم زي العسل علشان سلسال العيله يكتمل، وربنا ما يقطع لناش عاده. وفي يوم السبوع سيد الحاوي أصر يسمي واحد منهم بيسو على وزن ميشو يعني، وعمي أنس سمى التاني تحسين على وزن فطين علشان يبقى الامتداد الثقافي والعلمي للأسرة. اسمع كلام جدك سيد الحاوي، اسمع كلام جدك أنس الحاوي، ما تسمعش كلام جدك أنس سيد الحاوي بس، ما تسمعش كلام سيد الحاوي أنس، احنا مش هنعيده تاني. لا خلاص توبت يا أنس. اسمع كلام مامتك لمياء حبيبتي، اسمع كلام بابا فاتين حبيبي. الآن فقط أستطيع أن أقول أنني سعيد بتجربتي مع أخي وتوأمي ميشو، وأن هذا الكتاب سيصبح كتابا لي ولأفراد العائلة من بعدي، ولكل من يريد أن يتعلم من تجربة حقيقية تمت هنا في حي المنيل وفي هذا البيت، وأبطالها هم ميشو وفطين. تمسك بمبادئك وحاول أن تدعو الآخرين إلى الأخلاق الحميدة. ابدأ بنفسك وكن متفائلا دائما، وثق أن الله سيقف بجانبك. إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد، فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال. إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد، فاعلم أنه سوف ينقطع، واعلم